اخبار تتردد بقوه عن اقتراب كابتن حسام البدري من تدريب نادي سيراميكا كليوباترا. حسام البدري مكسب لاي مكان، مدرب رائع يعني، وعن اقتراب عوده كابتن احمد سامي لتدريب نادي سموحه، كلها اخبار. تعال بقى لاقر واعترف يا كابتن شريف ونختم مع بعض. تقر وتعترف ان فرص الاهلي في التاهل لنهائي مونديال الانديه او الفوز بالكاس شبه مستحيله؟ لا 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 طبعا عنده فرص. عنده طبعا. طيب تقر وتعترف انك كنت خايف جدا على خالد عبد الفتاح في مباراه القمه لان اي نتيجه سلبيه كانت ممكن تقضي على مستقبله مبكرا؟ ده حقيقي، واحنا اتفاجئنا كلنا. اتفاجئت كلكم؟ اتفاجئنا كلنا. عجبك خالد؟ جدا. جدا، الثقه والاداء، وعنده سرعه وعنده قوه كمان. يحسسك انت كنت بتلعب برضه باك ليفت وباك رايت وسيرديباك ونص ملعب وكل حاجه وليبرو. نعم. لعبت كل المراكز دي. صحيح. انا اكتر واحد كنت حاسس بيه. نعم. فكان عاجبني جدا. باعتبارك لعبت في الاسماعيلي فتره طويله يعني، تقر وتعترف ان تحمل جماهير الاسماعيلي على الاهلي مبالغ فيه واصلا غير مبرر؟ ده حقيقي، لان هم الناس عندهم افكار ووصلهم معلومات غلط عن النادي الاهلي وعن جماهيره. نعم. تقر وتعترف ان الرد في الملعب هو افضل طريقه لمواجهه اي تجاوزات؟ من ناحيه ايه بالظبط؟ يعني لما حد يهاجمك، حد يشتمك، حد يتكلم عليك، من الرد في الملعب يبقى افضل من اي شيء. ده حقيقي. يمكن انا الجماهير دي ليها حق علينا كلنا. زي ما بتشجعني وانا كسبان، لما اكون خسران او ادائي وحش اكيد هتصب غضبها عليا، فانا لازم استحملهم في ده وفي ده. تقر وتعترف ان حلمك الاكبر انك تبقى في الفريق الاول للنادي الاهلي كمدرب باذن الله؟ ده حقيقي، وده ان شاء الله الخطوه اللي انا ان شاء الله مش هيأس منها باذن الله. افضل ثلاث مدافعين في الدوري من وجهه نظر شريف عبد الفضيل حتى الان؟ بالنسبه لي انا محمد عبد المنعم رقم يلا. واحد. ياسر ابراهيم. ايوه. ومحمود متولي. ثلاث لاعبين تتوقع تألقهم مع الاهلي في المونديال؟ كهربا. نعم. أفشى أتوقع أنه يعود من جديد. نعم. بالتألق. ومحمد عبد المنعم. أبرز ثلاث مميزات في كولر من وجهة نظرك؟ الشخصية والهدوء، ومن هو مش مخلي أي لعيب موجود، مش محسس أي لعيب. نعم. أنه هو ليه مكان في الفريق أساسي. التنافسية. التنافس الشريف بين اللاعبين. نورتني وشرفتني. مبسوط جدا ان انا موجود معاك يا كابتن شبير، وان شاء الله تبقى حلقة جميلة على الناس يعني. وموفق دايما ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن. كده تمام. سلام.